الكثير لا يفهم ما أكتب، لا أعلم هل هو عطب في لغتي أم عطب في شوفهم، أم أنه ليس عطبا في أحد، فقط اختلافات المقامات الأفقية للمعنى. لكني لا أعد شيئا ليكون طلسما، ولا أجلس طوال الليل أنقح السردي. لا أهتم الآخرين كثيرا أثناء الكتابة ولا لذاتي، فقط صوتي النادر، الظهور والحضور إلا في الكتابة، كرحيق الزهور الذي لا يتصاعد إلا في حضور الفراشات. لا يمكن أن أعدل في قصيدتي، ليس لقدسيتها، وأيضا ليس درءا بتولية النظريات النقدية الحديثة على آن الذي أحيا فيه في العش. لا أهتم كثيرا بثقافة الكتابة عند الآخرين، الكتابة كتجربة الدمار الذاتي، أحدهم يستخدم السكين، أحدهم يستخدم الوشم.